قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أكثر من 30 دولة قد أبدت رغبتها في الانضمام لمجموعة بريكس. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة بريكس، أكد بوتين على ضرورة تحقيق التوازن والحفاظ على فعالية بريكس، مشيرا إلى أن التجمع لديه إمكانات سياسية واقتصادية كبيرة. مسائل الملحة للأجندة العالمية وتبادل الآراء حول تعاون دول البريكس في الساحة الدولية بما فيها تسوية النزاعات الإقليمية الحادة، ونناقش كذلك تنفيذ القرارين المهمة للقمة السابقة في يوهانسبورغ، وأولها تعميق التعامل المالي في إطار بريكس، وموضوع الثاني أن توسيع اللاحق لمجموعتنا. وبلا شك لا نقدر إهمال الاهتمام غير مسبوق من دول جنوب وشرق العالم لتقوية الاتصالات مع البريكس، وكان هو غير صحيح، وهناك أكثر من 30 دولة عبرت عن سعيها للانضمام إلى البريكس.